عندي تشيز كيك المانجا، بسكوت ساده مطحون، وعندي كمان كوبايه تلت كوبايه زبده سايحه، وعندي للطبقه الثانيه كوبايه كريمه خفق، وعندي كمان اتنين كيس كريم شانتيه، وكوبايه الا ربع ميه مثلجه، ونص كوبايه جبنه كريمي. الكريم شانتيه فين يا اسلام؟ مضروب. وكوبايه الا ربع ميه مثلجه، ونص كوب جبنه كريمي، وثلاث معالق سكر بودره، وثلاث معالق جيلاتين، وعندي كمان هجيب بس الزبده اللي كنت سايحها على النار على في الميكرويف، وعندي كمان ثلاث معالق جيلاتين او جيلي مانجا، هختار اللي انتوا حابينه تقدروا ان انتوا تستخدموه، جيلي مانجا او جيلاتين. تمام. والطبقه الثالثه عندي مانجو مخليه، مانجا مخليه، وعندي كمان جيلي مانجا او المانجا اللي احنا هنفرزها نقدر ان احنا نعمل بيها الطبقه الثالثه. تمام. يبقى تعالوا بقى، اول حاجه عندي بسكوت مطحون بالشكل ده، البسكوت المطحون هحط عليه الزبده السايحه، هحط عليه الزبده السايحه بالشكل ده. سخنت بس شويه معانا كده في الميكرويف. تمام. وهقلب الزبده، عايزه الكريم شانتيه المضروب يا اسلام، وهقلب الزبده مع البسكوت بالشكل ده. ناخد ساره على التليفون. بص يا ساره، هنحط معلقه سكر بودره كده على البسكوت وعلى الزبده، وهنفرمه وهنفركه كده بايدينا مع بعض. يا ساره. الو، ازيك يا ساره؟ عامله ايه؟ ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ انا متابعه حضرتك. الله يخليك. تسلمي لي يا حبيبتي والله. والله بجد وحاجتك كلها بسيطه وجميله. الله يخليكي. تسلمي لي حبيبتي والله. يسلم لي ذوقك. الله يخليك. الله يخليك. انا بعمل الملوخيه زي كده بس بطريقه تانية، بس انت اسهل على فكره. اني الملوخيه؟ اه. بتعمليها ازاي قولي لي؟ انا بحطها بحالها وبحطها في الكيس وبحطها في الفريزر واطلعها. اه ورق. بصي ما جربتش بصراحه الطريقه دي بصراحه، بس كذا حد يعني بلاقيه بيعملها كده، بس الورق ما بيسودش. لا خالص، وبطلعها اقوم ضربها وعاملها، بس هي بتبقى غامقه حاجه بسيطه. بتبقى غامقه شويه صح؟ اه 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 عشان كده بقول لك ما بتفضلش خضراء زي ما احنا بنبقى حابينها. صح؟ ايوه بالظبط. في حاجه بقى، انا لما بخزن البسله واطلعها بيبقى ليها طعم غريب كده، مش عارفه ليه. ممكن حاجه تف الفريزر كارفه؟ لا لا ابدا. بتخزنيها ازاي طيب؟ بحطها بمسحها عادي، بنضفها كويس وبحطها في الكيس وبحطها، وبحط معاها جزرايه كده بقطعها. مش بتعمليها في ميه سخنه؟ لا لا. بصي بقى، فرزيها، هاتي البسله قطعيها بعد سوري فصصيها واغسليها كويس جدا وصفيها. أيوة. وبعد كده حطيها على في ميه سخنه، ميه بتغلي. لا انا ما بحطهاش في ميه بتغلي. لا حطيها في ميه بتغلي، يعني اسقطيها كده سقطه بس، وبعد كده طلعيها على ميه ساقعه بتلج، طلعيها من هنا على هنا، لازم تاخد الصدمه دي. طيب والباميه كده بتفرق جدا. الباميه هعملها هقول لكم النهارده بتعمل ازاي. لان انا بعمل الباميه برضو بطلعها بتبقى غامقه برضو شويه. لا لا الباميه يعني برضو نفس الفكره، هتحطيها في ميه برضو مغليه. أي. حله فيها ميه مغليه، بعد ما تقمعي الباميه وتغسليها هتنزلي الباميه فيها مع شويه عصير ليمون وشوية ملح. لا ما كنتش بحط عصير ليمون. لا وبعدين تحط تطلعيها في ميه بتلج، نفس القصة. بعد ما طب يا ريت تعملي لنا البامية بقى. حاضر عينيا. هقول لك. حاضر. ماشي يا حبيبتي. عفوا. بصوا البسكوت هقول لكم كل الكلام ده، بس خلينا نخلص التشيز كيك. هنحط البسكوت عليه الزبدة، حطيت عليه كمان، عملت القعدة بتاعة التشيز كيك والزبدة بالبسكوت بمعلقة من السكر بودرة. تمام؟ تعالوا بقى ايه؟ هجيب كريمة الخفق، ممكن نجيب حتى اللي هي الكوباية سوري العلبة الربع كيلو لو انتوا مش حابين تزودوا، ممكن تشيلوها خالص تستخدموا كريم شانتيه بس لو انتوا حابين براحتكم خالص. وهخفق الكريمة بسكر البودرة، حط عليها معلقتين سكر بودرة. بعد ما اضرب كريمة الخفق هنزل عليها الكريم شانتيه اللي انا خفقاه،
اهو 2 كيس كريم شانتيه كده بميه مثلجه. زي ما قلت لكم كريمه الخفق لو مش عايزين تستخدموا كريمه الخفق خالص وعايزين حاجه موفره تقدروا تستخدموا كريم شانتيه بس. تقدروا تستخدموا كريمه الخفق بس برضو اللي انتوا حابينه. انا مكسه كده ما بين ده وده وهحط كمان عليهم الجبنه، نص كوبايه من الجبنه الكريمي او المربعات اللي انتوا عايزينه. بس طبعا الجبنه الكريمي لو هتشتغلوا بالسايب لازم جبنه كريمي مش مملحه، بتتباع وموجوده كتير جدا. يبقى انا هنا حطيت ايه؟ حطيت كريمه الخفق خفقتها مع 3 معالق سكر بودره، وبعد كده حطيت عليها الجبنه والكريم شانتيه المضروب. في المرحله دي هحط جيلي المانجا ويكون بارد، او جيلاتين هدوبه في ميه سخنه وهسيبه يهدى شويه وهقوم حطه على الخليط. تمام قوي كده. ممكن احط كمان قطع مانجا جوه من اللي انا مفرزاها اهو، وهبدا ان انا احط الخليط ده على البسكوت اهو بالشكل ده، وهفرده واسيبه يجمد تماما في الثلاجه عادي خالص. كل ده هيجمد لان انا حاطه جيلي مانجا، وحتى لو ما عنديش جيلي مانجا بس انا بحس ان الجيلي مانجا هيبقى الطف من الجيلاتين هحط جيلاتين. تمام كده هسويها وادخلها الثلاجه تجمد. بعد ما تجمد من الثلاجه هتبقى عندي بالشكل ده. عايزه بس افضي الدنيا عشان تبقوا شايفين كل حاجه كده عشان الدنيا زحمه. تمام بصوا دي كده بعد ما جمدت من التلاجة هفكها بس كده. القعدة فين يا اسلام؟ وهبدأ افكها اهو، افك شوية كده لو في حاجة. بالراحة كده اسلكها اهو بالشكل ده كده بالراحة خالص، بقت عندي بالشكل ده. طبعا انا ايه بفكها كده وانا مستعجلة فايه بوظت شوية الحتة دي. تمام نشيل بقى العجان ده وهبتدي بعد اذنك يلا للقعدة، وهبدا بقى ايه نشيل ده برضو خلاص هنحطها في الثلاجه. هبدا اجيب التشيز كيك اللي جمدت عندي بالشكل ده كده. تمام وهبدا بقى ازينها بشويه مانجا، سواء بقى من اللي انا مفرزاهم اهو بالشكل ده. بصوا هزين زي ما انا حابه بأي شكل أنا حباه. هقطعهم كده فيليه بالشكل ده أهو وأفردهم زي المروحة كده أهو. جيب شوية المانجا اللي هنا. أحلى تشيز كيك وأسهل تشيز كيك وطعمها تحفة. تمام أهو زينوا بقى بالشكل اللي انتوا حابينه، يعني موضوع التزيين ده على حسب ما انتوا حابين يبقى عامل ازاي. اهو كده هحط مربعات كده في النص بالشكل ده. ممكن المانجا اللي انا مفرزاها اضربها بيوري واحطها في الطبقه الثالثه، ممكن اعمل الطبقه الثالثه جيلي مانجا يجمد تاني وبعدين ازينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده زي ما انتوا حابين اهو.
ممكن اعمله بيوريه وقبل ما افكه من القالب اخليه يعني الطبقه اللي فوق دي نفس القصه كده تتعمل. اهو بفكها كده زي المروحه. يعني موضوع التزيين ده حسب ما انتوا حابين تزينوا ازاي. اهو اختياري تماما يعني زي ما انتوا حابين. في اخر بقى مرحله بحب كده المع بجيلي المانجا. اهو بلمع كده بالجيلي بتاع المانجا ده وكده التشيز كيك عندي خلصت. تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل. مش هعمل حاجه خالص غير ان انا هلمع بالجيلي بتاع المانجا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وسايباه يبرد شويه فماسك سنه. هو ده المرحله اللي انا عايزه ازينه بيها او المع بيها عشان اول ما احطه يمسك خالص او جيلي تلميع. تعالوا بقى نطلع فاصل وفي الفاصل مش هعمل حاجه خالص غير ان انا هزين بقيه التشيز كيك بتاعتي ونشوف هنعمل ايه بعد الفاصل. استنوني.